وهذا أيضا يقول: لا يخفى على سماحتكم ما لأسامة بن لادن من تحريض للشباب في العالم وأيضا الإفساد في الأرض، والسؤال: هل يسوغ لنا أن نصفه بأنه من الخوارج، لا سيما وأنه مؤيد للتفجيرات في بلادنا وغيرها؟ كل من اعتنق هذا الفكر فهو من الخوارج، كل من اعتنق هذا الفكر ودعا إليه وحرض عليه فهو من الخوارج، بقطع النظر عن اسمه وعن مكانه. فهذه قاعدة، أن كل من دعا إلى هذا الفكر وهو الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج.